كما كتشوفون اليوم لقيتوني كنتواجد في باب المحكمه الاستئناف بمدينه طنجه. انا الام ديال عز الدين الجبار اللي كان توفى في رمضان، الله ينزل عليه الرحمه والمغفره. ولدي كان نهار 15 في رمضان، كنت ناعسه، واحد الساعه جات فيقتني بنتي، جاتني جاتها مكالمه هاتفيه من بنت الجيران، قالت لي بابا نوض راه عز الدين، راه عيطوا لي بنت الجيران. بنت الجيران عيطت لي وقالت بلي عز الدين راه ملي دخل قبل المغرب راه ما فاقش، عينا ما ندقوا عليه والضو مطفي، راه كانت تضرب، راه كانت شي دابيزه في السوق الزنايا وراه هو تضرب من راسه وراه ما فاقش. صافي انا في ديك اللحظه نوض، سبحان الله العظيم نوض مخلوعه كيف ما سبق لي قلت بعد الصحافه، نص مخلوعة. أول حاجة كنضرب ضربت يدي على قلبي وعلى رجلي، وهذا بديت كنغوت، قلت ولدي مات. يعني هاد الأفكار اللي جاولي، وأصلا كنت كنحلم واحد الحلم مزعج. هذيك الأيامات كاملة كنت سبحان الله العظيم كان القلب ديالي مغير وحاسة براس ديالي ماشي هي هذيك. صافي كنوض ديك الساعات كنغوت، بنتي عيطت تنبهها في التليفون، كان في صلاة التراويح نهار 15 في رمضان. صافي صونينا عليه جا، قلنا ياك لاباس، قلنا له شنو واقع، مشينا للدار، مشينا كنجريو للزنايا للدار، حيت انا ولدي في تما في كيتواجد تما في كزنايا، وانا في الحومه ديال سطوب الحداد. ولدي تما ما كيبغيش يجي يجلس معنا، مع الولد تبارك الله 28 سنه مع البنيتات، كيقول خصو يشبر التيقار ديالو تما، والنيت عندنا الشغل تما كيقابلنا تما. صافي نضنا ديك الساعات كنغوتو، مشيت انا وثلاثه بناتي وراجلي، وصلنا للدار. الوقيته اللي كانوا كيصونيو في التليفون ولينا كنصونيو حتى حنا عليهم، كنقول لهم جاوبوا علينا الا كاين شي خبر، وحتى هما كيصونيو علينا كيقولوا لنا وقتاش ما جين. كنت كنسمع الرواش في الباب ديال الزنقه، الغوات، الدراري، الصوت، يعني الهضره ديال صحابو ديال الدراري اللي كانوا معاه. الوقيته اللي وصلنا لقينا الدنيا كتصفر بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه. صافي فتحنا ديك الساعات الباب، لقينا عندنا الباب الكراج هذاك السفلي دائما كيكون مسدود، طلعنا في الدروج، دخلنا السكنه الاولى، كنقلبوا انا وبناتي، كل واحد في شي كيدخل البيت لنا، كنلقى في الوسط الدار كنلقى البلاصه بحال الاثر ديالو بحال اللي كان تما، والراجل ديالي كيلقى في لافابو في الدوش هذا كلينكس بالدم، وكلينكس واحد على الطبله منزل ديال الدم. صافي ديك الساعه تفرقنا، بقينا طلعنا كنجريو السكنه الثانيه، كنلقاو في السكنه الثانيه الثالثه، لقيناه ممدود على الفراش. شنقول لكم لا حول ولا قوة الا بالله، ما كنقدرش نتفكر في ديك الحالة. لقيت ولدي ممدود ومسكين، كينزف يعني مش ما كاينش الدم، ولكن الحالة ديالو كانت لا يرثى لها، يعني كيموت بحال شي حاولي ملي كتذبحو كيبقى يخرخر كيخرخر. عرفتي بنتي عيطت لي، الوقيته اللي عيطت في الاول بنت ديالي عائشه هي اللي دخلت الاولى، سمحوا لي مرتبكه، ملي كنتفكر داكشي كيرجع لي كلشي من جديد. الدخله اللي دخلت كتلقى كعيطت لي، قالت لي ماما ها خي ناعس، كيسحب لها هي من عندك الشخير اللي كان كيشخر، سحب لها كيشخر. بحق الوقيته اللي قربت حدا غوتت غوته وحده، ماما ماما بحكا. زادت بنتي الثانيه كنغوت، ملي كندخل كنلقى عينه مقلوب مسكين كيخرخر، المهم كيصارع الموت. كنغوتو ديك الساعات، واحد اللحظه كنت باغا نزعد انا بديك الحراره اللي خصني يسمعوني الناس يعتقوا لي يجيبوا لي غير الاسعاف، كنت باغا نزعد في ديك اللحظه من الشرجم. صافي هوت في الدرج، مره كنطيح مره كنوض، واحد الحاله ربي اللي كيعلم بيا اش غنقول لك، غصبوني في ولدي، حسبي الله ونعم الوكيل، فيما عندي معاه نسمعها. صافي جات ديك الساعات لابيناس كتجي ديال الدوله ديال محمد الخامس، كنصوني حيت هما سبقوني قبل، بنتي مشات معاه، انا عاد تبعناهم بالطوموبيل. كنت كنقول نحاول زعما نديه شي كلينيكا ولا هذا، يعني الحاله ديال الولد ديالي كانت حرجه، قلت زعما بنديش زعما هذا، ولكن راه حتى محمد الخامس عملوا اكثر من الجهد ديالهم. صافي قال لك حنا لافيناس ديال الدوله ما يمكنلاش غادي نديوه هذا، غادي تبعونا لمحمد الخامس. الوقيته اللي وصلت الاطباء ديك الساعات شحال نقول لك وقفوا معنا، الله يجازيهم بخير. واخا وصلنا من الحاله ديالو كانت معطله، كلشي كيقول لك داك الشيء في يد الله، الولد معطلين به بزاف، هما الدراري اللي طلعوه ما كانش خصهم يطلعوه، هو تضرب في ديك اللحظه كان كخصو ديك الساعات الاسعاف، يعني فات تقريبا خمسه الساعات هكا. ديك الساعه طلبوا لنا التحاليل، عملوا له السكانير، قال لك الولد يعني الضربه ديالو خطيره، قال لك خصو ضروري من العمليه.
خرج عندي الطبيب قال لي ولدك غنعملوا له العمليه. قلت له ياك لاباس؟ قال لي الحاله ديالو حرجه، يعني 99% الحاله ديالو، ولكن حنا غنعملوا اكثر من الجهد ديالنا عليك بالدعاء. بقينا داكشي اللي كاين، بقينا بالدعاء خرجوه. قلت للطبيب الدكتور ياك لاباس شنو؟ قال لي ما نقدر نقول لك الحاله ديالو دابا، يعني حتى من بعد. صافي بقيت هكاك 10 ايام تضرب نهار 15 حتى نهار 24 يوم في رمضان مع 26 دقيقه توفى. انا في ديك اللحظه كنت في الدار حيت كنت كنقيل معاه، كنمشي للدار مع المغرب، مور المغرب كنرجع. صافي ديك الساعه جاني الخبر الوفاه ديالو، رجعت محمد الخامس عيو فيا ما خصكش تطلع. قلت لهم لا والو ضروري خصني نطلع اخر كنهار. صافي ديك الساعات كانت توفى مسكين الله يرحمه، كانت السبب ديال الوفاه ديالو هما ديك الدقات اللي عنده في الراس، ولكن ولدي كانوا محامين عليه كما قلت بعد. صافي في الاول ولدي محامين عليه، هذا اللي مشبر اللي باقين هما كانوا الخوت، هما كانوا خمسه ديال الخوت هما اللي تحاماو على ولدي في كزنايا. في ديك اللحظه اللي ضربوه الضرب الاولاني راه مضروب من عنقه من هنا من جهه بجوج، مضروب من يده بجوج، مضروب من كرشه، مضروب من راسه، عنده ضربه هنا اللور، ولكن اللي كانوا السبب الوفاه ديالو هما الراس. وهذا الانس نعم اللي معترف واحد كيقولوا بالله هو مريض، هو ما مريض ما حتى شي حاجه، مشرب كيشرب الدواء بحال اي واحد. بغاو يلبقوا له التهمه، وهو كيبقى الذنوب ديالو على الرغم ديالو، هو كيتحمل مسؤوليه خوته. كيقول لك ان كيعترف بانه هو اللي ضرب ديك جوج حجرات، اما ولدي راه ما مضربش غير ديك جوج حجرات. هذا اللي مشبر دابا اللي كانوا شبروا كانوا شبروا اربعه، واحد ما تشبرش لحد الان، باقي هرب لحد الان. ثلاثه اللي تشبروا طلقوا لهم، المهم هما المهم دابا اللي باقيين كيقول لك اربعه اللي متهمين، واحد هو اللي مشبر، واربعه وثلاثه يعني طلقوهم صراحه مؤقت، واحد باقي هربان، وجوج صراحه مؤقت، وواحد هو اللي كيعترف بالجريمه بان انا اللي ضربت وانا اللي قتلت. هذاك كيقولوا بعين بحال اللي باغيين زعما يلبقوا له التهمه، باغيين يزوروا له الوراق على اساس بانه هو مريض، وما عنده حتى شي ورقه اللي كتثبت عليه بانه هو مريض. هذا الشيء اللي كاينه، ولا تزورت شي حاجه من الضبه فوق راك القانون راه ما كيرحمش. انا كنبقى كنطالب ومازال كنهضر على الحق ديال ولدي، وما عمرني غنتنازل على ولدي. وانا جاو عاودوا جاو عندي واستقبلتهم، حيت انا الانسان ملي كيجي عندك الدار ديالك قال لك اللي جا ندار كيجي نعارك. انا جاو دخلتهم ودخلوا حتى عندي الوالده ديالو ولا خوتو، واستقبلتهم على اساس باغيين يعملنا من التنازل. انا الحق ديال ولدي ما نتنازلش عليه، ولو يعطوني مال الدنيا الا كانوا كتغويوني نتوما بالفلوس، انا ولو عطوني مال الدنيا راه ما تنازلش على الحق ديال ولدي. انا باغا الحق ديال ولدي كيف ما يرضي الله. القانون راه انا عامله يدي حقي، والحق ديال ولدي انا دابا عرفتي ما كنبقاش حتى كنعرف نهضر الحمد لله. اليوم كانت الجلسه اجلوها 14 في شهر 9 ان شاء الله يا ربي، على اساس على شي ظروف على شي ورق انا ديال ولدي ما موجدو لي شي، اجلوها شهر 9 نهار 14 شهر 9 ان شاء الله يا رب. وانا كنطالب بالحق ديال ولدي، ما كنتنازلش عليه لا اليوم ولا غدا، حيت لحقاش ولدي مات مظلوم وكيوقف عليا في المنام، حيت انا كنت كنعمل صلاه الاستخاره على اساس الا كان عندي الخير في هذا التنازل، ولكن ولدي كيوقف عليا كيقول لي متعدين عليا، تعدوا عليه. انا ما عندي معاه سماحه، اللي تعدى لي على ولدي كامل ما عندي معاه سماحه، واللي حرمني من الصوت ولدي كان كيدخل كيقول لي احسن ام في العالم، كان كيعنقني كل نهار كيقول لي احسن ام في العالم. انا اللي حرمني من الصوت ولدي ما عندي معاه سماحه الا من الله، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مرضوني انتني وليت هو اخر دواء دابا عاد خرجوا لي عاوتاني الطبيب، هو شوف عاد من عند الدكتور عند بروفيسور ديال النفساني، ها هو شنو سميتو عمور. علاش كيسالوني على هاد الحاله؟ علاش الولد واحد اللي عندي الواحد هو الله، انا كمكتب له يموت، ولكن علاش يتعدوا عليه؟ علاش يتكرفصوا عليه؟ شنو عمل لهم؟ دخلي فراق؟ شنو سرقم؟ عمل شي حاجه؟ دخلي فرق بحال اي بحال الناس، اي واحد راه كيفارق. انا مرا لا لقيت دابيزه راه كنفارق، ما عملت حتى شي حاجه. الا بيناتهم شي عداوه يبينا عنده كيسالهم شي حاجه يقولوها، دالهم شي حاجه يقولوها. واش الولد فك بحاله بحال الناس؟ شاف دابيزه دخلوا نتوما تحاماو عليه، شنو السايبه؟
حنا راه في بلاد القانون ماشي بلاد السيبه. وهادشي اللي كاين، وكنتمنى من المغاربه يهضروا على الحق د ولدي كاملين. واليوم مشى ولدي غدا يمشي واحد اخر، وهذا الا عملت له التنازل غدا يخرج يقتل واحد اخر. انا ما عفانيش هنا في المحكمه دايز محدايا، قلت حسبي الله ونعم الوكيل، زاد كان باغي يضربني. لا عاد عندي نعملوا التنازل، مي غنعملوا التنازل غدا شنو غادي يعمل؟ غدا غينوض يقتل وحدين اخرين. حيت الانسان بحال هادو اللي كتكون عندهم الجرأه يقتلوا عباد الله الا مازال يقتلوا وحدين اخرين، ومولفين بالتنازل. عند مداهانية قتلوا الروح وما جيت تعطينا التنازل، واش الروح كيطلبوا فيها التنازل؟ واش الود مكرفص ومضروب ومقتول وتجي تقولوا لي التنازل؟ من غنبدا هذا التنازل وانا ام؟ انا ام غادي نقدر نعمل التنازل على حسب ضيعتوني في ولدي؟ هذه لا يعقل. واش انا غيغويوني الفلوس على ولدي؟ واش تعطوني مال الدنيا؟ مال الدنيا ما نبدلش انا يدم ولدي. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ديك الطالب اللي كطلبوني التنازل راه كتزيدوا تمرضوني، ماشي كطلبوا من هذا، انا كتمرضوني. واش انا غادي نعمل التنازل على حساب ولدي؟ واش هادي عباد الله راه ما يتقبلهاش العقل. الا كنت شوف انا بالفعل عملت تنازل، الا كانت غير صدفه كان غادي هكا وجات شي حاجه فيه صدفه، شي حاجه راه جات فيه. واش انا ولدي مكرفص ما فيه شي دقه ولا جوج؟ عنده دقه في كرشو، عنده في عنقه، عنده في راسه، الجسم ديالو كله مدقدق. اش نعمل لكم هذا الولد؟ شنو نعمل لكم؟ علاش ترزيو لي هذا الشاب هذا؟ علاش غترزيو هكا في الشباب ديالو؟ علاش؟ علاش كنقي نهار كله؟ شوف كيفاش كنقي نهار كله، كنتقن هذا سميتو كنقي نصور فيه. ها هو فين هوايا؟ هو كنقيد فيسبوك ديالو، كنشوف كيفاش كنصور التصاور ديالو، شوفوا التصاور ديالو كنقيل عين صورة، كنقيل نهار كله نكبر في التصاور ديال ولدي. علاش؟ علاش ضيعتوني في الرؤية ديال ولدي؟ علاش؟ علاش هاد الشاب هذا؟ علاش عيد؟ علاش غتكرفصوا عليا نتوما؟ علاش؟ الولد متاقي كيعرف بينه وبين الله، كان خطي شي الصالة ديالو، سولو على اللقر في زنايا، عمرو ما أدى شي حد، عمرو ما دابز، عمرو ما عمل شي مشكل مع شي حد. علاش يخصموني في ولدي؟ علاش؟ شنو السبب؟ علاش شنو السبب اللي غيخصموني في الشاب؟ 28 سنة باقا عاد خطبت له، عاد باغا نجوجو.